وأعود مشاهدينا إلى موضوع أنه داعش ينوي نقل حربه إلى أفغانستان والتساؤل الذي تحدث عنه التقرير قبل السابق. وينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور ماهر مساء الخير، أهلا بك معنا في الاستوديو الآن. إذا بعد الهجوم على المسجد في هرات، أيضا بعد الهجوم على السفارة العراقية في كابول، يعني هناك تساؤل يطرح الآن من قبل المتابعين ومن قبل المحللين، هو أنه هل داعش ممكن أن ينقل حربه من العراق من سوريا الذي يخسر فيها خسارة كبيرة على الأرض، ينقل كل ما نشاطاته وممارساته الإرهابية وحربه إلى أفغانستان، ماذا إمكانية حصول ذلك؟ لابد أن نؤكد أولا على أن هناك متغيرات تحدث الآن. يعني المتغيرات الأولى هي على الأرض، يعني في مركز التنظيم فقد الموصل، الآن قوات سوريا الديمقراطية تدخل إلى قلب الرقة، التنظيم يفقد أهم مراكزه في سوريا وفي العراق، هذا متغير كبير جدا، متغير في الموضوع السوري والمشكلة السورية برمتها وفي داخل بغداد. يعني هذه الأمور كلها التي تحيط بالتنظيم بلا شك هي تؤثر في التنظيم. أهم هذه المؤثرات أيضا هي فقد التنظيم لأبرز قادته، يعني التنظيم فقد البلاوي وفقد التركماني وفقد غيرهم من قادة التنظيم المؤثرين في اللجنة المفوضة التي تحكم هذا التنظيم. كل هذا يؤثر في التنظيم بلا شك، مما دفعه إلى التفكير في أمر آخر. يعني بمجرد أن سقطت الموصل أصدر التنظيم بيانا ذكر فيه بالنص أن الخلافة ليست على الأرض وإنما في العقول، كان هذا مؤشر إلى أن التنظيم يريد أن يرفع معنويات أتباعه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إلى أن التنظيم لا ينظر إلى الجغرافيا إلى الأرض التي تقبع تحت سلطانه، بل ينظر إلى أماكن أخرى. ثم سمعنا عن الفور إعلان التنظيم عن إقامة إمارة له في الفلبين، ومن هنا بدأت السياسة الأخرى، هي السياسة التي أطلقوا عليها التحول من إمساك الأرض إلى سياسة مناكفة الأنظمة ومناكفة السلطات القائمة في دول العالم. تحول التنظيم إلى هذه السياسة، وهي السياسة الدافعة له الآن إلى القيام بعمليات إرهابية متنوعة في العالم، ومنها العملية التي تمت في هرات أو تمت في كابول. طيب دكتور، سمعنا بأنه هناك قادة استطاعوا الهروب وأيضا مقاتلين استطاعوا الهروب من العراق، استطاعوا الهروب من سوريا، من الموصل، من الرقة، في المعارك التي تدور حاليا على الأرض. هل ممكن أن يكونوا قد وصلوا فعلا إلى أفغانستان؟ هل من الممكن أن يستطيعوا التمركز هناك؟ وأيضا لماذا تم اختيار أفغانستان بالتحديد لكي تكون مركز داعش ما بعد العراق وسوريا؟ يعني الأهم لدينا الآن هو أن الخبراء والمراقبين بدقة لهذه المسألة الداعشية يرون أن هناك قادة يعني بارزين جدا ما زالوا طلقاء، يتحدثون على أن مازن النهيري الذي كان يقود المخابرات ما زال على قيد الحياة، تحدثوا عن إياد العليمي أنه سوف يكون خليفة للبغدادي، تحدثوا عن قيادات الجيل الأوسط الوسطى، القيادات الوسطى هي التي تفر وأخذت أوامر بالانتقال إلى مناطق إما في الصحراء حول الموصل وإما في بلدان تقع على السواحل مثل الصومال أو ليبيا أو أفغانستان. أفغانستان لها طبيعة خاصة بلا شك، يعني لابد أن نعترف أن هناك مشكلة لا تزال قائمة داخل أفغانستان، مشكلة وجود حركة طالبان التي تهدد العاصمة بشكل شبه يومي من العمليات، وعدم وجود حل لهذه المشكلة السياسية، حتى أن القوات الأمريكية عادت ب5000 جندي بشكل جديد لكي تمنع عودة الخطر الأفغاني أن يهدد العالم من جديد كما حدث في 2011 وفي 2001. ومن هنا أفغانستان بها مشكلة. المشكلة الثانية بعد المشكلة السياسية هي طبيعة الأرض. طبيعة الأرض هي بلا شك هي حاضنة لمثل هذه التنظيمات، ولذا لا تزال حركة طالبان التي بايعها القاعدة ما زالت موجودة بقوة، وداعش قد عقد اتفاقا معها العام الماضي، وبعد أن كانوا يقاتلون بعضهم في عهد حسيب الله الذي كان يقود هذا التنظيم، الآن التنظيم عاد لهذه العمليات من جديد مرة أخرى بعد أن عزز نفوذه بعودة بعض المقاتلين بلا شك من العراق ومن سوريا إلى هناك. نعم. وإلى وسط آسيا تحديدا. طيب
التقارير التي تحدثت بأنه عدد كبير من المقاتلين الذين تدربوا بشكل جيد على القتال من داعش وحتى بعض القادة والمقاتلين من الصف الأول هم من المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى أفغانستان أو ذهبوا إلى هناك. ما الخطر الذي يمثلونه وأيضا ما مدى إمكانية تجديدهم لمقاتلين جدد في أفغانستان بشكل ربما أسهل وأسرع، وبالتالي ما الخطر الذي يمكن أن يمثله ذلك في أفغانستان؟ حين بحثنا عن المشكلة المستقبلية القادمة في وسط آسيا وفي بلدان جنوب شرق آسيا، رأينا أن أهم سبب من أسبابها أولا أن كان هناك مقاتلين شيشانيين وهم الحلقة الأقوى جدا داخل تنظيم داعش والحلقة المنفذة للعمليات الانتحارية داخل سوريا أو داخل العراق. هذه الحلقة حلقة خراسان تحديدا، الحلقة الثانية بعد الشيشانيين، وخراسان في أدبيات التنظيم هي أفغانستان يعني، وهؤلاء المقاتلين شرسين جدا بلا شك، هم كلفوا بالعودة إلى بلدانهم مرة أخرى. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أن هؤلاء المقاتلين كلفوا بعمليات تجنيد وعمليات استقطاب، ولذا التنظيم كان في مرحلة كمون في هذه المنطقة، والخطر المستقبلي بالفعل ليس في دول جنوب شرق دول الشرق الأوسط بقدر ما هو الخطر في جنوب شرق آسيا وفي وسط آسيا تحديدا بسبب عودة هؤلاء المقاتلين. هؤلاء المقاتلين خطر بالفعل وسوف يكونون حلقة كبيرة جدا في عمليات التنظيم مستقبليا. لكن بالنظر إلى الخسائر التي أخذها داعش وتكبدها حتى في عاصمته وعاصمة دولة خلافته المزعومة التي تحدث عنها وهي الموصل طبعا، من هناك أعلن البغدادي وخلافته المزعومة ودولته المزعومة وهناك خسر وانتهى داعش. إلى أي مدى يعني يمكن أن ينجح في أفغانستان؟ حتى إذا خسر في العراق وفي سوريا، هل له من مجال للنجاح في أفغانستان؟ في الحقيقة هو بلا شك خسر وسيخسر. يعني داعش خسارته الأولى هي داخل فكره، هذا الفكر فكر شديد التطرف شديد التكفير للغاية، هذا الفكر يؤدي إلى انشطار آخر، ولذا داعش مرجح للانشطار داخليا بسبب مجمل أفكاره ومجمل استراتيجياته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن داعش أمامه عدة خيارات في الحقيقة. الخيار الأول هو أن يقوم بالإعلان عن فشل دولته المزعومة الخلافة، وهذا بهذا الفكر المتطرف الشديد التكفير لن يقوم بهذا الأمر. الأمر الثاني هو أن يقوم بالدفاع عن المدن التي يسيطر عليها في مركزه، لكنه بلا شك سوف يخسرها. والمؤشر والمعدل في الهبوط لهذا التنظيم. الأمر الثالث هو المرجح، وهو أن يقوم بتكليف عناصره بالذهاب بعمل خلايا وبدعوة ذهاب منفردة في بلدان أخرى، وهذا هو المرجح فقط. يعني هذا ليس دلالة على نجاح التنظيم بقدر ما هو دلالة على فشل خطط التنظيم القديمة وتحوله إلى سياسة جديدة حتى يعطي للتنظيم نفس أطول وحياة أطول. لكن في النهاية هذه التنظيمات هزيمتها من داخلها وانشطارية، ولذلك سينشطر التنظيم وسيخرج كما خرج لتنظيم القاعدة يمينه، وهو داعش سيخرج لداعش يمين آخر ومجموعة من الخلايا الأخرى التي تحارب التنظيم، ولذا تنظيم داعش مرجح له الانحصار والانهزام بسبب مجمل أفكاره. شكرا لك دكتور ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من القاهرة.